مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم خصصناها لتسميد أهمية مادة البوتاسيوم بالنسبة لزراعة البطيخ والدلاح. فهاد الفلاحة عندها احتياجات عالية من البوتاسيوم متوسطة من الأزوت والفوسفور، والوجود ديال العديد من العناصر الصغرى والثانوية كيساعد في توازن التغذية ديالها، والوجود ديال الكالسيوم كيساعد الغلة باش تكون قشرة صحيحة اللي كتحافظ على الجودة ديالها والتنقال ديالها من بلاصة أخرى سواء في السوق الوطنية ولا التصدير في الخارج. علامات نقص البوتاسيوم كتبان من اللي كتبدا الاوراق كتفقد اللون العادي ديالها، كتبدا تصفار وتحرق على الجناب وكتجمع، وكتولي النبته معرضه بزاف للمرض والجفاف والبرد، ومن بعد كتبقى الفاكهه او الغله صغيره والجلفه ديالها محبه وناقصه في الحلاوه. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، فبرنامج تسميد الساس ديالو والتحاليل ديال التربه زياده على تحاليل ديال الاوراق قبل باش نعرفوا شنو خاصنا نجيبو ديال لانغري بلا زياده ولا نقصان. وفي حاله ما درناش تحاليل يمكن نعتمدوا على الاحتياجات من لانغري اللي يمكن تضمن لنا تغذيه قطار واحد ديال البطيخ والدلاح، مع العلم باللي الاحتياجات يمكن تنقص وتزيد على حساب الخصوبه ديال التربه والطوناج اللي يمكن وصلوا ليه، وكذلك بالبطيخ والدلاح. وهذه الاحتياجات يمكن تراوح بين 200 الى 300 وحده من الازوت، زائد 100 الى 200 وحده من الفوسفور، زائد 400 الى 500 وحده من البوتاسيوم، زائد 100 الى 150 وحده من الكالسيوم، 40 الى 60 وحده من المغنيسيوم. وإلا خدينا معدل الاحتياجات اللي هو 250 وحده من الازوت زائد 150 وحده من الفوسفور زائد 400 وحده من البوتاسيوم، فلازم نقسموها على حساب مراحل النمو ديال الفلاحه والامكانيات ديال السقي. وبطبيعه الحال كننصحوا بنظام السقي بالغوت اغوت اللي كيكون منظم، وكنتحكموا في الكميه ديال لانغري والماء والعدد والوقت ديال الاحتياجات. وقت الانبات 100 وحدات ازوت زائد 80 وحدات فوسفور زائد 80 وحدات بوتاسيوم. وقت النواره وعقد الثمار 80 وحدات ازوت زائد 40 وحدات فوسفور زائد 100 وحدات بوتاسيوم. وقت تكوين ونمو الفاكهه 40 وحدات ازوت زائد 20 وحدات فوسفور زائد 120 وحدات بوتاسيوم. وقت النضج قبل الجني 30 وحدات ازوت زائد 10 وحدات فوسفور زائد 100 وحدات بوتاسيوم. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، بالنسبة للكالسيوم والمغنيسيوم يمكن نستعملوها بالرش ولا نعطيوها مع ماء السقي وبالرش إذا كانوا الاحتياجات كبيرة، وخاصة مادة الكالسيوم. وهنا لازم نستعملوها بحذر ونراعيو الكميات الخاصة ونردو البال مع الموالمة والتخلاط بيناتها. وفي الأخير يمكن نتفقوا على أن الاستعمال ديال المولانغري وبالخاص مادة البوتاسيوم لازم يكون بالعقل وبالمهل على حساب الظروف ديال الحرارة وعلى طول الدورة ديال المحصول. وفي حالة تغذية متوازنة البوتاسيوم كيحسن من الانتاج والجوده ديال الغله، وكيرفع من مستوى السكر ومن الكاليبر، وكيقاوم سوء ظروف الحراره والمشاكل ديال النقل. والتوازن في استعمال ديال مواد التغذيه والسقي هو اللي كيضمن نجاح ديال استعمال البوتاسيوم على الدلاح والبطيخ، وكيرفع في الانتاجيه والجوده ديال الغله. والله المعين. مع دقيقه المثمر، اليد في اليد من اجل فلاحه مثمره ومستدامه.